الراجل ناري اللي مطار كاين اللي عنده تيقيق الحلم تاعه يقول لك انا راني باغي نولي مطار من القدام ما خاطرش يصوح داك الوطن. بالنسبه للولاد تكون القامه متر 75 والنجاح في المسابقه باينه فيها بسيكولوجي هضر فوق ضابط سواء ضابط سواء ضابط صف كل واحد وعنده الحلم تاعه. الاولى نفهمكم على الضباط ابتداء من العلامه تجيبوا تربحوا الباك ب 12 معدل 12 باش تقدر تدير من 12 فما فوق دير ضابط تحت معدل 12 دير ضابط صف سوزوفيسي. مدة تكوين تاع الضباط 4 سنوات السنة الأولى فوتوها في شرشال الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة وثلاث سنوات فوتوها في زيراندا. ثلاث سنوات هذه تكوين جامعي تتوج بالحصول على شهادة ليسانس كما برا في السي في راكم تقروا تدو شهادة ليسانس في الصفوف الدرك الوطني ثاني عندكم اون ليسانس تدور شهادة ليسانس سنة أخرى هذه تكوين تخصصي على مستوى المدرسة العليا ثاني نفسها بزيراندا بصح هذه السنة فيها البروفيسيونيل تولوك شغل سبيسياليتي. بالنسبة لضباط الصف كيربح البكالوريا أو عنده السنة الثالثة ثانوي متممة. بسم الله الرحمن الرحيم نشكر إدارة المؤسسة على رأسها السيد المدير على الاستقبال نشكركم أنتم على الحضور وحنا ارتئينا نديروا هذه الحملة التحسيسية لشرح وتبيان كيفية الانخراط في صفوف الدرك الوطني. أهلكم المهمة معظم بالكم معظم فيكم متمني باختار هذه المهنة تاع الدرك الوطني وما تختارها لازم انك تكون عندك توفر فيك شروط الشروط هاي شرحتها لكم الملازم الأول. ومرحبا بكم اللي خاصها استرسال ولا كاش حاجه يتصل بالمجموعه الاقليميه ولا يتصل بالفرقه الاقليميه هنا مازونه نزيدوا نوضحوا لها اكثر ورانا عطيناكم البروسيسات هذوك راه فيهم تسمى شرح باين. شكرا. الاقليميه للدرك الوطني بغريزان حمله تحسيسيه شملت كامل اقليم الولايه من اجل تعريف مؤسسه الدرك الوطني استقطاب المترشحين لايداع ملفاتهم والتجنيد في صفوف الدرك الوطني لمختلف الفئات ضباط صف دركيين اعوان مع شرح الشروط العامه والخاصه للتجنيد وكل ما يتعلق بالملف وكيفيه إجراء الدخول إلى هذا الصف وانخرطة في صفوف الدرك الوطني. إيه. فنشكرهم. المهم زعما تيجيو مكان في الطريق هكا نبغيهم نحبوا الخدمة تاعهم.